السلام عليكم. وصفة اليوم وصفة براوني بطريقة أمريكية. نسحقو 200 غرام تاع شيكولا، كاس ونص سكر، نقدروا نديرو كاس سكر عادي بلس نص كاس سكر قهوي ولا كاس ونص سكر، 3 حبات بيض، نصف كاس تاع مارغرين، نص كاس تاع فارينا، 4 كاس تاع كاكاو، 4 مغرفة تاع ملح، ومغرفة واحدة تاع لافاني. الخطوة الأولانية كامل حنديرو حمام مائي، نسخنو الماء بيان سور. نقطعوا هذه الشيكولا، 200 غرام تاع الشيكولا، ونحطوها تذوب بالعقل. بعد ما بدات تذوب لنا شويه الشيكولا، نخلط لها نص كاس تاع مارغرين. نخلط نص كاس باش ما نوسخوش بزاف في الكيسان. الكاس اللي درنا فيه الزبده نروح نديرو فيه كاس سكر، كاس ونص سكر. اللي ما يحبهاش بزاف حلوه يقدر يدير كاس واحد برك، باسكو فيها شيكولا فيها. من بعد نبداو نكسرو البيض تدريجيا حبة بحبة، كل ما نكسرو حبة نبقاو نخلطو ملاح. نزيدو الحبة دازيان حتى تصبح الخليط ديالك شغل اون كريم. وكان حبة طرواسية دوك هنايا كي ولا لنا الخليط عبارة عن كيما قلنا ان كريم، ودبنا كامل هذاك السكر مع البيض تخلط كامل. نديرو 4 مغرفة تاع ملح، مغرفة صغيرة تاع لافاني. كاين اللي حبي يدير هادي، كاين اللي حبي يدير هاديك لافاني السائلة هاديك اللي جات لي كاين. نعاودو نخلطو الخليط مليح. مور ما ولفنا هذاك البيض والسكر شغل كريم مع 4 مغرفه تاع ملح ومغرفه تاع لافاني، نخلطوا له هذيك الشيكولا اللي تكون بردت لنا كامل. مور ما خلطناهم نخلطهم بيان. مولنا نكون خلطناهم مليح، نزيدو لهم نص كاس تاع فارينا مع 4 كاس تاع كاكاو.
كي خلطناها مليح فرغناها في ان بلا دهناه ديجا بالزيت ودرنا له شويه فرينه وحطوها طيب على درجه 180 بوندون 30 مينوت نسقموها بيان كوم يلفو باش تسقم روحها وتستوي وهذوك الاخر يدخلوا بيان. وهذه هي باش نقطعوها وما تلصقناش نديرو ما سخون في الكشف البارا ومن بعد نمسحو بيان طرشونه لابابي وشاك فوا نعاودو العمليه.